الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فاز ورب الكعبة من هذا الذي فاز ذاك الذي خرج من بلده وتوجه إلى بيت ربه قاصدا الحج بالكعبة طاف وسعى بين الصفا والمروة وبات بمنى وعرفة ومزدلفة ورمى الجمرات وسوى ذلك من المناسك والقربات هذا فاز بماذا فاز بما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه يا له من ثواب عظيم وكبير أيضا فاز بماذا فاز بالوقوف بعرفة وما أدراك ما عرفة وما يكون فيها اسمعوا وشوقوا أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ماذا يريدون هؤلاء الذين أتوا من كل فج عميق ماذا يريدون لماذا هنا اجتمعوا وفي الحديث الآخر الذي حسنه بعض العلماء وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ما هو الثواب فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له بذلك وسواه كثير فاز الحجيج وماذا عنا نحن أيضا ظفرنا وفزنا ألم ندرك العشر الأول من شهر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أنتم أدركتم هذه الأيام بل وأدركتم عرفة وصمتم عرفة وماذا يترتب على صيام عرفة صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم هل ذكرت الله في هذه العشر أنت على خير عظيم هل كبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنت على خير عظيم تلوت القرآن أتيت بالطاعات الأخرى صدقات سوى ذلك دعوات من فعل ذلك كان على خير عظيم وموعود بالأجور والثواب العظيم الذي يكون لمن يجتهد في العشر الأول من شهر ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا أقول هذا واستغفر الله لي ولكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عباد الله تذكروا واستحضروا أن هذا اليوم يوم عيد فأحرصوا على إظهار الفرحة والسرور أدخلوا البهجة على أبنائكم وسعوا عليهم في حدود شرع ربكم العيد فرصة لإصلاح ما بين الناس من خصومات وتدابر وهل هناك خصومات نرجو أن لا تكون لكن مع هذا هناك ثمة خصومات بين أخ وأخيه بين ابن وابن عمه أو عمه على ماذا على حطام الدنيا هذه الأدنى والتي تفنى يهجر القريب قريبة ألهذا الدرجة البعض استرخص أقاربه علامة ندخل في شقاق وخلافات والبعض في شقاق كبير وخلاف عويص من أجل ماذا الميراث لو كان الأب يدري أن هذا الميراث سيفرق الأبناء لما ترك لهم شيئا ما تركه لهم إلا لكي يتقووا به على أمور دنياهم والدين وأن يجتمعوا من خلال هذه الأموال وإذا بالبعض تفرقوا من أجل ميراث أما فلننتبه ثم توجهوا بحديث كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى النساء ما أحوج المرأة إلى التذكير فهي شقيقة الرجل فأقول لها الله الله بالجمال لا أقصد جمال الصورة والملبس الكل يعرف هذا لكن الجمال المنسي جمال الدين وجمال الأخلاق وجمال السمعة ومن أجل راشد وشيخ مكتوم والشيخ خليفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين